أشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد العزيز مجاهد، كنت معنا من بورسعيد وسنعود إليك تباعا للتوقف عند آخر المستجدات هناك في بورسعيد. الآن نعود إلى ضيوفي في الاستوديو، وانضم إلينا الآن الأستاذ جمال زهيري رئيس تحرير أخبار الرياضة. أهلا بك أستاذ جمال. دعني أبدأ بسؤالك، يعني مسافة طويلة بين الرياضة وبين السياسة قطعها الألتراس على مدار عامين، كيف حدث هذا التحول من الرياضة إلى السياسة؟ هو طبعا بالتأكيد أن الألتراس كظاهرة اجتماعية موجودة منذ سنوات في مصر، ومنذ انتقلت هي كانت مقصورة على الرياضة. بعد كده طبعا هم الألتراس بطبيعتهم كشباب طبيعي جدا أنهم يتفاعلوا مع أي أحداث في المجتمع، أحداث أخرى يعني. وجت برضو ثورة 25 يناير، فطبيعي أن الوقود الأساسي في الثورة دي كان هم الشباب، والشباب الألتراس موجودين في كل الاتجاهات السياسية، يعني في أي حزب أو في أي طيار موجود شباب يطلق عليهم الألتراس، لكن الأساسيين هم رياضة. بعد كده يمكن حادثة استاد بورسعيد دخلتهم بشكل قوي جداً، وانا بقول انه دخلتهم رغم انفهم في ان هم طبعا بحادث مروع جدا ليست اسبابه رياضيه. يعني لو قلنا انه التعصب عمره ما وصل في الملاعب المصريه الى القتل وبهذه الطريقه، الى القتل بهذه الوحشيه. يعني انه حد يعني يتعمد القتل بهذا الشكل، طبعا ده كان شيء يعني جديد ومرفوض ايضا. ويمكن ده هو اللي خلاهم يعني تداخلوا بشكل قوي جدا في الأحداث. النهاردة مصر كلها بتتكلم على هذا الحكم أو هذه القضية، لأنه الألتراس على مدار الأيام الماضية والأسابيع الماضية كانوا جدا منظمين في إرسال رسائل معينة، بالزبط. إشارات معينة، بيتحركوا في أماكن محددة، تحرك منظم جدا في وقت ده واحد. ما يثير العلامات. لا هو دايما هي جماعه، هي حتى ما هياش جماعه يعني مشهره بحيث ان احنا نقول ان في اعضاء معينين، ما فيش سجلات معينه، لكن في اتفاق فيما بينهم على التحرك، يعني بيسمعوا كلام بعض، يعني عندهم نوع من انواع الوحده او الاتحاد فيما بينهم. ولو قلنا ان هي في الاساس هي ظاهره، مفروض انها ظاهره طيبه جدا. قد يكون الظروف حكمت ان هم ياخدوا مواقف معينه بيراها البعض، مواقف متشدده يعني. نعم سياده المستشار، النهارده في الحكم، يعني اذا كان هناك حكم، هل من المتوقع مثلا اصدار جانب من الاحكام، مد اجل جانب اخر من الاحكام، هل ده وارد مثلا؟ الاحكام الحكم ده اصدر كله اولا مره واحده، لكن انا ليا بس تعليق صغير ورساله بوجهها. اولا الى الألتراس سواء الاهلي او المصري، كذلك رساله الى شعب بورسعيد. القضاء المصري ولله الحمد كان وسيظل من اقوى القضاء في العالم ومن انزه القضاء في العالم. كلمه تسييس الحكم هذه ليست يعني كلمه فيها الظلم للقضاء. اولا ان القضاء لا يسيس، والقاضي عندما يحكم، لكن الى اي مدى يمكن ان يتاثر بالراي العام؟ برضه هو نفس ده اللي انا كنت هقوله. ولا الراي العام، انا قدامي ورق بنظر اليه، بقيم الادله التي قدمتها النيابه العامه ومن قبلها رجال الشرطه او اي من الاجهزه الرقابيه. بعد ذلك بخلص لنفسي، وأنا بعيد كل البعد عن التأثير، لأنه لا يمكن للرأي العام إن هو يعطيني أو يمنعني. نعم، ولكن أنت تعلم سيادة المستشار أنه في الآونة الأخيرة، يعني تحديدا بعد الثورة، أن هناك كثير من القرارات كان يقال عنها أنها استجابة للرأي العام، أنها تأتي تحديدا استجابة. لا أتكلم عن هذه الحادثة بالتحديد، أسمع منك الإجابة، لكن بعد أن أذهب إلى زميلي سالم المحروقي حيث هو الآن في الإسماعيلية. يا سالم صباح الخير، وكيف هي الأجواء الآن؟ نعم ضحى، يعني هناك إجراءات أمنية مشددة في المنطقة المحيطة بسجن ترحيلات الإسماعيلية هنا في مدينة المستقبل. قوات من الجيش تتواجد بصفة مكثفة أمام المدخل الرئيسي للسجن هنا،
كما تقوم أيضا قوات من مديرية أمن الإسماعيلية بالتحرك في المنطقة المحيطة هنا بالسجن. هذه المنطقة هي منطقة يعني سكنية توجد بها العديد من العمارات السكنية في الجهة المقابلة للسجن مباشرة، وتقوم عدد من المباحث الجنائية يقوم عدد من أفراد المباحث الجنائية بتأمين أسطح هذه العمارات منذ فجر اليوم. عدد من القيادات الأمنية تتواجد هنا لتأمين المكان. يعني علمنا من بعض مصادرنا أن المتهمين والمحكوم عليهم في قضية استاد بورسعيد لا زالوا متواجدين داخل السجن ولن يذهبوا إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة لسماع النطق بالحكم. يتواجد نحو 38 من المحكوم عليهم والمتهمين، ويوجد متهم آخر لازال متواجدا بأحد المستشفيات بوادي النطرون. يعني علمنا أيضا من عدد من المصادر أن المتهمين طوال الليل كانوا يرددون بعض الأدعية والآيات القرآنية، وتتعالى أصواتهم بالدعاء من أجل يعني سماع أحكام مرضية اليوم عنهم. علمنا أيضا من بعض المصادر أنه بمجرد النطق بالحكم في هذه القضية سيتم إبلاغ المتهمين بالأحكام شفاهة، أو هناك سيناريو آخر أن يتم تجهيز عدد من الشاشات التلفزيونية لإسماع المتهمين الأحكام على الهواء مباشرة. سجن الترحيلات بالإسماعيلية هو سجن ترحيلات وليس سجن عمومي، فالمعلومات تقول أنه بمجرد إصدار الأحكام اليوم سيتم نقل هؤلاء المتهمين والمحكوم عليهم إلى سجن بورسعيد استجابة لرغبة أهاليهم. يعني أيضا لا يتواجد أي من أهالي المتهمين أو المحكوم عليهم هنا في محيط السجن. كانت هناك توقعات بتوافد أهالي المتهمين والمحكوم عليهم منذ الصباح الباكر إلى هذه المنطقة من أجل الاستماع إلى الحكم هنا أمام السجن، ولكن لا يوجد أي من أهالي هؤلاء المتهمين. إليك ضحى. سلام المحروقي، كنت معنا من الإسماعيلية، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك مرة أخرى سيادة المستشار. أنه يعني صدرت قرارات زي ما بتقولي مسيسة، أنا بقولش صدرت، بقول الناس بتعتقد أو الناس شايفة بتعتقد. أو بيثار دائما بتعتقد. أنه في قرارات بتأخذ الآن استجابة لرأي العام أو تهدئة لرأي العام. لا لا لا، أقول لحضرتك على حاجة. أولا القاضي لديه سلطة تقديرية، قد يقدر الظروف التي أمامه. يعني أنا لما يجيني أحداث غير ما يجيني أفراد شرطة، غير ما يجيني شباب غير ما يجيني ناس في سن كبير، قد تقدر المحكمة زي ما بقول لحضرتك ظروف كل واحد. ثانيا والمهم أنه حتى لو صدر القرار مسيسة أو الحكم بقى مسيسة، أنا عندي طرق طعن ليه مش ممكن أبدا بقى. يعني بنا دلوقتي بحكم على القضاء كله انه مسيس، القضية دي اللي احنا بصددها ان شاء الله يصدر فيها الحكم، هذا الحكم بيطعن فيه بقوة القانون، يعني النيابة التي تتولى الطعن لصالح المتهم. ثم بعد ذلك محكمة النقض اذا رأت فيه عيب بتنقضه وبتعيده للمحاكمة مرة اخرى، ثم بعد ذلك ما يصدر الحكم تاني من دايرة تانية بيروح النقض، فإذا رأت النقد أن فيه عيبا حكمت في الموضوع. نعم. فتخيلي هيتعرض، ولا يجوز لأي حال من الأحوال أن تعرض القضية على دائرة واحدة أكثر من مرة. نعم. فأنا دلوقتي أنا عندي دائرة تصدر الحكم، دائرة في النقد تنظره، دائرة تانية، وده في الغالب لأن مثل هذه القضايا الكبيرة غالبا ما يكون فيها بعض العيوب الإجرائية تؤدي إلى نقض الحكم. يبقى أنا عندي دايرة حاليا مكونة من 3 مستشارين، دايرة نقض مكونة من 5، دايرة أخرى مكونة من 3، دايرة نقض مكونة من 5، يبقى 16 مستشار من خيرة مستشارين مصر وكبرها، فيش فيهم حد أقل بأي حال من الأحوال عن 50 سنة. تخيلي 16 قاضي بينظروا القضية، هل سيجتمعوا على أن يسيسوها؟ هذه واحدة. النداء اللي أنا بقوله بقى واللي حضرتك يعني قطعتني فيه، أن أنا بقول للشعب وشعب بورسعيد بالذات وللألترس بالذات، دول أبنائنا
وفي سن يافع يعني، بقول لهم اطمئنوا إلى القضاء المصري واعلموا أن ما تقومون به لن يؤثر بأي حال من الأحوال على حكم القضاء. يعني اللي هيقوموا به مش هيأثر، واللي قاموا به ما أثرش. بدليل حتى لما المحكمة النيابة طلبت تقدم أدلة جديدة ورأت المحكمة أن في الأدلة الموجودة أمامها ما يكفيها حكمت. هذا الرأي قد يكون قد معرض للنقد. فالقضية مش قضية يعني بقى مش عملية رأي عام وإن أنا اللي هيهيج أكتر هياخد أكتر، لا، أو هياخد أقل أو ياخد أقل. لا، الأمر بقول لحضرتك القاضي عندما يقضي فإنه يجلس في مكتبه ولا يراقب إلا ضميره والله سبحانه وتعالى. فأرجوهم أن يهدأوا وأن يتركوا الأمور لقضائهم العادل، وإن شاء الله كل واحد ياخد حقه سواء من المجني عليهم. لكن ما ينفعش أبدا أن يموت 74 ويجي يصدر حكم يموت تاني 29. لا، سعود إليك في هذه النقطة، ولكن أذهب إليك مهندس جمال. ما الذي يمكن أن يحدث في بورسعيد إذا جاءت الأحكام مغلظة؟ أولا أنا أثني على كلام سيادة المستشار، وهو ما شاء الله يعني أفاض في طرح النقطة القانونية لأني أشرت إليها في البداية. يجب أن يعلم أهلينا في بورسعيد وشبابنا بالذات، يعني ونطلب من أهلينا أن يبلغوا أبنائهم باستمرار أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف كما قال سيادة المستشار. هذا الحكم ليس نهاية المطاف. عود إليك لاستكمال هذه النقطة وللإجابة على سؤالي، ولكن نذهب إلى فاصل قصير فيه موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة سارة رأفت. إليك سارة. شكرا لك الزميلة سارة، وعود إلى ضيوفي وإليك مهندس جمال لاستكمال هذه النقطة. وما الذي يمكن أن يحدث في بورسعيد إذا جاءت الأحكام مغلظة؟ نحن اليوم يعني نتمنى على شعب بورسعيد، شعب بورسعيد الباسل فاهم الواعي اللي طول عمره شعب سياسي. يعني لو حضرتك لاحظت على مدار كل الانتخابات السابقة كان باستمرار شعب بورسعيد بيعطي للمعارضة، ما كانش بيدي للحزب الحاكم، وبالتالي هو شعب يفهم في السياسة. يعني أنا أراهن على ثقافته وعلى وعيه أنه يدرك أن هذه الأحكام ليست نهائية، وبالتالي لابد أن يكون رد الفعل سلميا هادئا. وهذا ما حدث بالفعل بالأمس عندما نزلت قوات الجيش إلى الشرطة إلى الشوارع، استطاع كل المحلات كما قال الزميل من الجزيرة من بورسعيد، كل المحلات فتحت، كل الناس تحركت، قابت مجموعات من الشعب البورسعيدي البطل بتنظيف الشوارع وتسيير حركة المرور، وبالتالي أصبحت بورسعيد بالأمس تعيش حالة من الهدوء الجيد. إن شاء الله سيستمر هذا الهدوء وسنسلك كل الطرق القانونية للطعن على هذا الحكم. ونحن يعني نؤكد مرة أخرى أننا نثق في أحكام القضاء المصري، هذا القضاء النزيه، ونرضى بهذه الأحكام أيا كانت. وأمامنا السبل للطعن على الحكم، وأنا قلت لحضرتك أن هذا الحكم بالذات هناك من الأدلة ما أظهرتها لجنة تقصي الحقائق اللي شكلتها الرئاسة أو اللي شكلها مجلس الشعب السابق من أجل إظهار الحقيقة. لابد للمتهمين الحقيقيين وراء هذه الأحداث أن يأتوا، لابد، لا يمكن أبدا. هذه الجملة معناها أنك ترى أن المتهمون المتواجدون الآن في هذه القضية مش هم الحقيقيين. نعم، هناك بعض البرؤاء في هذه القضية، وهناك بعضهم والبعض نفذ، لكن من الذي حرض؟ من الذي قاد؟ من الذي هيئ المسرح للجريمة؟ لا يمكن أن يكون مسرح الجريمة كما قال سيادة النقد الرياضي الأستاذ جمال، أنه إزاي يعني تقام مباراه بهذه الصورة. مسرح الجريمة هيئ تماما لمن لا نعلم. لابد أن يأتوا هؤلاء الناس جميعا، ولابد أن يحكموا ويدان منهم المدان. لابد، لا يمكن أبدا أن تكون هذه القضية. شعب بورسعيد شعب طاهر، شعب نظيف، شعب محب للكرة زي كل ولادنا، كل ولادنا، كل الناس بتحب الكرة وبتشجع فريقها. الأرترس المصراوي، الأرترس الأهلاوي، كلهم أبنائنا، ويعز علينا أن تسقط قطرة دم واحدة من أي شاب مصري في أي مكان. وبالتالي نحن مصممون على أن يأتي القصاص العادل من أولئك المجرمين الذين حرضوا على هذه القضية والذين قاموا بهذا الفعل بالضبط. نحن ندافع عن أي مجرم، ولابد أن أي مجرم يعني ارتكب أي جريمة أيا كان موقعه وأيا كان، لابد أن هو لابد أن يحكم، ولابد أن يقتص منه قصاصا عادلا. ما شاهدنا في الجلسة الماضية، هل تعتقد أننا ربما نشاهده من ردود أفعال تحدث عن اليوم؟ لا، إن شاء الله لن يحدث هذا. نحن بذلنا جهودا كبيرة في الأيام الماضية من اجل يعني نشر، لا لانه المتهمين في اسماعيليه مش في بورسعيد، ولا لانه
الامور تراها ستاخذ منحى مختلف. الامور اتضحت هناك وضع الجيش مأمنة وضع السجن. لو حضرتك رحت هناك مكان سجن بورسعيد أنا اصبح كانه سكنه عسكريه, موقع عسكري متكامل فيه من المدرعات في الاسماعيليه, او في سجن في الاسماعيليه. لا انا بتكلم عن سجن بورسعيد للاليات, يعني مؤمنة بورسعيد ان شاء الله لن يحدث فيها اي شيء باذن الله سبحانه وتعالى. كان طلب الالتراس المصراوي وبعض الاهالي ان ينزل الجيش لحمايه منشات بورسعيد, وبالفعل قد تم هذا, وهذا امر قد كنا قد طلبناه من عقب النطق بالحكم 26 ان تنزل قوات الجيش بكثافه لشوارع بورسعيد, لان هناك لا زال هناك احتقان مع رجال الشرطه. ان شاء الله يزول هذا الاحتقان, لان الشعب ظن ان الحكم كما حضرتك نشرت في النقطه السابقه ان الحكم مسيس, لا دخل لا للحكومه القائمه ولا لمؤسسه الرئاسه ولا لاحد من القائمين على الحكم في مصر ان يسيس قضيه لصالح. القضاء نزيه, القضاء مستقل, القضاء يحكم بما عنده من أدلة. إن شاء الله نحن سنجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى عند النقد في الحكم أن نقدم الأدلة الجديدة القوية, والحمد لله أصبحت الأدلة الآن تحت أيدينا وواضحة وستقدم. نعم. إن شاء الله. نعم. بالتزامن مع جلسة اليوم للنطق بالحكم يتجمع أيضا أعضاء في روابط ألتراس النادي الأهلي أمام مقر النادي في الجزيرة تمهيدا لانطلاق المسيرات التي أعلنت الرابطة عن تنظيمها كرد فعل لها على الحكم. وكانت الرابطة قد هددت بشن أعمال عنف تستهدف منشآت شرطية ومرافق عن محال صدور أحكام قضائية مخففة على بقية المتهمين ومن بينهم تسعة من قيادات الشرطة. الزميلة حياة اليماني ترصد لنا جانب من تجمع أعضاء ألتراس وتضعنا في خريطة مسيرتهم المتوقعة. إليك حياة. نعم ضحى, يعني منذ قليل كانت أعداد من شباب مجموعات الألتراس قد بدأت في التوافد أمام النادي الأهلي, وذلك بانتظار أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة في التجمع الخامس حكمها في القضية المعروفة بأحداث استاد بورسعيد والتي يحاكم فيها 73 متهما على غرار هذه الأحداث التي راح ضحيتها حوالي أكثر من 70 ضحية, منهم 72 من شباب ألتراس النادي الأهلي. يعني هذه اللوحة الموجودة يعني أعلى بوابة النادي الأهلي توضح ذلك الرقم. من بين المتهمين الذين من المقرر أن يتم إصدار الحكم عليهم اليوم 9 من كبار قيادات القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد, ومنهم يعني كما ورد إلينا مدير الأمن ونائبه ومساعدي وقائد قوات الأمن المركزي الذين كانت لديهم مهمات العمل في ذلك الوقت, وقد جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين إلى استاد البورسعيد. هناك العديد من شباب ألتراس النادي الأهلي الذين توافدوا منذ الصباح. الرسالة التي يحملونها هي نفس ذات الرسالة التي نشرت على صفحتهم عبر فيسبوك والتي تحمل خيارات إما القصاص أو الفوضى, وذلك في رسالة واضحة منهم أنهم بانتظار أن تصدر المحكمة حكما مرضيا, وإلا فهم لديهم النية بإشاعة نوع من أنواع الفوضى. وقد سبق أن رأينا خلال الأيام الماضية وخلال وقبل أيضا الحكم السابق الذي صدر في 26 من يناير الماضي أن قامت بعض مجموعات الألتراس بقطع بعض الطرق وتعطيل بعض الأعمال في إشارة منها إلى أن ذلك ربما قد يكون هو السلوك المتبع في هذه في حالة أن تصدر المحكمة حكم غير عادل من وجهة. إلى حياة اليماني كنت معنا من أمام النادي الأهلي. أعود إليك أستاذ جمال زهيري, وأنا أخذ من كلام مهندس جمال بأنه الناس شايفة أن دول مش المتهمين الحقيقيين, هم عايزين العقول المدبرة لهذا الحدث. في نفس الوقت ألتراس أهلاوي يبدو وكأنه يريد عقوبة لجهة ما, بغض النظر بقى هي دي المتهمة فعلا ولا لا, هو عايز حد يتعاقب قصاد الناس اللي مت ازاي. هو طبعا اكيد ألتراس يعني أهلاوي. القصاص ده حقهم طبعا, لكن طبعًا. القصاص العادل ربما هو بس اكيد ما هو ألتراس أهلاوي لا يطالب
بمحاكمة ناس معينة. هو فعلا يطالب زيه زي الشعب كله، يعني يطالب زي ما المهندس جمال قال كده بالقصاص العادل. من مين دي؟ مش هتبقى شغلة ألتراس أهلاوي ولا شغلة أي جانب من الجانب من الجوانب، يعني دي مفروض أنها يعني وظيفة القضاء. القضاء برضو حتى لا نظلمهم، حتى لا نظلم القضاء، زي ما قال سيادة المستشار هو بيحكم بأوراق ومستندات وأدلة موجودة قدامه. قد يرى البعض أن الحكم مثلا لم يشمل جهات معينة أو لم يشمل متهمين معينين، أعتقد أن هذه ليست مسؤولية القاضي، لأنه المفروض أن في النيابة بتقدم أدلة معينة والقاضي بينظر من خلال هذه الأدلة المقدمة. قد يكون هناك قصور في تقديم بعض الأدلة مثلا، لكن في النهاية الإحساس العام، والإحساس العام هنا يختلف عن الحقائق بقى. أنا ممكن أبقى عندي إحساس عام بأن هناك متهمين آخرين، وده اللي موجود عندنا جميعا، ان هناك احساس ان في، وده موجود من اول لحظه، من اول ما الناس راحت عند محطه بالزبط. مصر وقالت دي مش كوره، دي بوليتيكا. بالظبط كده، لان هي فعلا مش كوره بالمعنى. يعني احنا شفنا قبل كده وقائع واحداث شغب وما شابه ذلك داخل الملاعب، لكن عمرها ما تصل ابدا الى هذه الدرجه بحيث ان احنا ما نقدرش نصفها بانها جريمه. يعني في احداث شغب وبتتخذ ضدها قرارات مثلا او عقوبات معينه رياضيه من خلال اتحاد الكره مثلا، يعني كجهه اختصاص، لكن ان يصل الامر الى هذه الجريمه، المؤكد ان هناك استغلال ما من جهه معينه او من جهات معينه، او مثلا ممكن يكون ناس تركت الامر، يعني تركت الامر لكي يستفحل او يزيد. نعم. يعني نعم. إذا تحدثنا عن الألتراس حدثتهم، هل ظاهرة الألتراس يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد مما يحدث الآن؟ لا، أعتقد أنها لن تصل إلى أبعد. هي ما أنا بقول لحضرتك، هي هو الألتراس أساسا، يعني ما هو لأنه يعني منذ ظهور الألتراس وحتى الآن لم يتم احتوائهم، لم يتم التواصل معهم بشكل كافي. بالظبط. هم كمان ما بيطلعوش على الإعلام، فما تقدرش تعرف هم فكروا إزاي. من خلال اتصالاتنا واتصالاتي أنا مع بعض أعضاء الألتراس، مش هقول القادة يعني، لكن بعض الأعضاء اللي هم الشباب الصغيرين العاديين جدا، هم عندهم احترام لفكرة العمل الجماعي، لأنهم كلهم متفقين على حب نادي معين، أهلي، مصري، إسماعيلي، زمالك. لكن تخيلي برضو أنه حتى قادة الألتراس لا يملكوا عليهم أن هم يفرضوا عليهم قرار بالعافية، يعني لابد أن يكون هناك اقتناع من جانب الشباب الصغير. ما ده يخليني أسأل، إزاي آلية التجمع والتدريب آلية التجمع ممكن من خلال وسائل الاتصال الحديثة والفيسبوك والتويتر والكلام ده. طيب التدريب والإقناع، لا، هو بيبقوا مقتنعين ده تفكير جمعي، يعني عارفة حضرتك لما يبقى حتى الجمهور اللي موجود في المدرجات اللي هو الجمهور العادي، فجأة بتلاقيهم اتفقوا على هتاف معين مثلا، ما بيبقاش مجهز ولا معد ليه سلفا ولا اي شيء. هو كل الفكرة ان هم كلهم بيفكروا بطريقة واحدة، يعني متفقين على حب مثلا النادي الاهلي، فبيطلع شعارات حتى معينة بتبقى جاهزة على طول، ولو 2-3-4 هتفوا بتلاقي الملعب كله هتف في نفس الاتجاه. لكن لابد انه في تدريب برضو. انا فاكره ان في وقت من الاوقات اتقبض على ناس اصحابهم ودخلوا هم الملعب بعدها، وبالقعده بتاعتهم رسموا وشوش زمايلهم اللي مقبوض عليهم. لا، ممكن يكون في لقاءاتهم العاديه يا استاذ ضحى، ده نوع راقي جدا من التدريب والتعامل. لا في الحقيقه ممكن، هو احنا برضو بنتخيل انه هو ده تنظيم وبتعقد الاجتماعات المكثفه لترتيب لحاجات معينه. لا، في ناس لا يلتقوا مع بعض، يعني في بدليل حاجه انه في ناس من جميع المحافظات لا يتفق، يعني لا يلتقوا مثلا بشكل منتظم. نعم. مفيش اجتماعات، مفيش جلسات، لكن في اتفاقات على اشياء عامه هم مؤمنين بيها يعني. نعم. بس انا برضو عايز اوضح، معلش، نقطه يمكن تعليق على كلام الاساتذه، ان لازم نفصل برضو تماما، انا بتفق معاهم في كده، بين شعب بورسعيد، يعني أنا بطالب شعب بورسعيد نفسه أن يخرج نفسه من أن يكون طرفا ضد الأهلي أو الأهلي ضده أو القاهرة ضده، أنه لم يكن طرفا بالأساس من اليوم الأول. هي دي نقطة جوهرية، لازم
يوصل عند الناس أهالينا في بورسعيد إنه كل التقدير ليهم. ده دول ناس عاديين موجودين زينا زيهم، وموجود على فكرة مشاغلين. لكن ده ما يمنعش إن في من أبنائهم من المتهمين واتحكم عليهم. تمام، بس أنا بقول إيه، هم يتابعوا القضية ويسعوا وراء الحصول على حق أبنائهم، بس ما يوصلش الأمر إلى إنه بقت هم الطرف أصيل كبلد كمدينة، لأن هو ده اللي عامل الاحتقان برضو أكتر، إنه في إحساس جوه بورسعيد إنه هناك موقف ضد بورسعيد أو ضد أهل بورسعيد. وأنا ما بقولش شعب بورسعيد عشان يعني هي يعني كلمة برضو يعني تقيلة شوية ومش عايزينها تتكرر كتير، لكن فعلا من حقهم إن هم لهم ناس محكوم عليهم، الأسر دي والناس هناك من حقهم يطالبوا إنه في حقوق لهم. لكن في النهاية أنا نفسي نبعد فكرة أن شعب بورسعيد مقصود أو يعني متعمد ضده أشياء. وبعدين القاضي أو المستشار أو هيئة المحكمة عموما، ما هي هيئة ممكن تلاقي منها ناس من بورسعيد ناس من إسماعيلية، يعني ما احناش لم نصل ولن نصل بإذن الله إلى هذا التشتت. يعني مهندس جمال، حتى يخرج الشعب البورسعيدي نفسه من موضوع هو مش المفروض يبقى يعني فيه اصلا، هل ستقومون انتم بمبادرات شعبيه مثلا كنائب انت عن المحافظه في مجلس الشورى؟ ما الذي يمكن ان تقوموا به لتهدئه الامور في بورسعيد والامور مشتعله في بورسعيد؟ انا بالفعل الاسبوع الماضي قدمت مبادره على الجزيره المباشره مصر في اتصال هاتفي. هذا هذه المبادره كانت في اشتعال الاحداث الماضيه، طلبت من جميع اهالينا واهالي الشهداء واهالي المصابين ان يعودوا الى منازلهم. لابد للجميع ان يعودوا منازلهم حتى نكشف من الذي يقوم بهذه الافعال يعني الشيطانيه، يعني لا يعني التظاهر السلمي ولا يعني الاحتجاج ان اقوم بحرق مديريه امن او اقوم بحرق قسم شرطه. هذه افعال لا يمكن ابدا ان تصدر من اناس عقلاء يحبون بلدهم، اللي بيحب بلده. طب هل المبادره دي كانت مختصره بس على التلفزيون على الاعلام ولا كانت تحركات على الارض؟ وصلنا على الارض مع كل الناس، احنا الحمد لله رب العالمين موجودين على الارض في كل الاماكن. احنا عملنا في حزب الحريه والعداله في بورسعيد لم تتوقف، اعمال الخدميه لم تقف ابدا يوما واحدا، يعني نقوم بعمل قوافل طبيه واصوات خيريه، نقوم بزيارات مستمره للمصابين واهالي الشهداء ولله الحمد والمنه، بل نزور المصابين في اماكن علاجهم في المستشفيات سواء في القاهره او في اسماعيليه او في الزقازيق. الحمد لله كل هذه الجهود قمنا بها، وعلى هناك تواصل دائم لازاله الاحتقان اللي موجود وتهدئه الاوضاع. لكن كما قال اشار الاستاذ جمال، هناك من حاول ان يستغل هذه القضيه استغلال سياسي، وهذا أسوأ ما يمكن، ان يزايد بعض السياسيين على حدث يعني بورسعيد منه براء. بورسعيد لم تكن ابدا يعني هي صاحبه هذه المشكله، المشكله دبرت وهي اكبر من بورسعيد، الا انه للاسف ولقدرنا لقدر بورسعيد حصل ان تنفذ على ارض بورسعيد. هم حاولوا ان ينفذوها في المحله سابقا، وشاء الله عز وجل ان يوفق قيادات الامن في المحله بعمل الفاصل القوي اللي كان تم بين الجمهورين. الاستاذ جمال يذكر من هذا الحدث، والحمد لله انتهت المشكله في المحله. ده كان امتى يا استاذ جمال؟ قبلها كان في مباراه في المحله وحصلت نفس المشكله، بس التصرف طبعا التصرف الامني كان مختلف. بالظبط، هي دي الفرق يعني. اتفضل. فيبدو ان المخططين بقى ادركوا فراحوا عاملين بقى الخطه الجديده دي، ونفذت الجريمه على مسرح بورسعيد. لكن احنا كشعب بورسعيد الى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه الاحداث على العلاقه بين بورسعيد والقاهره فيما بعد؟ لا زي ما قلت زمان، احنا كلنا اخوات. بورسعيد دي جزء اصيل من شعب مصر، بل في طليعه شعب مصر. يعني نحن الحمد لله رب العالمين من سنوات طويله ونحن في مقدمه الدفاع عن مصرنا الحبيبه. بالزبط. احنا اللي حاربنا في 48، خرجت قوافل المجاهدين من بورسعيد، لعل حضرتك هذا لا يذكره كثيرون، في عام 48 خرجت كتائب المجاهدين المتطوعين ومن بينهم الاخوان المسلمين بقياده الشيخ حسن البنا، وخرجوا من بورسعيد من امام المسجد التوفيقي، من امام عند قسم العرب، من سره بورسعيد، من قلب بورسعيد. خرجت هذه الجماهير كتائب المتطوعين الى فلسطين، ده 48، 56 وما ادراك ما 56. وقف بورسعيد موقف كويس جدا. في 67 كان لنا موقف قوي جدا من الصمود، بل ان اهالينا ومنهم والدي رحمه الله كان مستبقين في بورسعيد كثير هذه المده 6 سنوات حتى تم الانتصار على العدو الصهيوني في حرب 73. ثم بعد ذلك بدات التنميه في بورسعيد بالمنطقه الحره، وكانت بورسعيد كانت يعني قبله كل المصريين. فلا ننسى ابدا بورسعيد جزء اصيل من شعب مصر، ونحن لا نستطيع ابدا كاهل بورسعيد
ان نعيش من هدوء اهالينا. ما احنا يعني بلد تجاري، هنبيع لمين ونشتري لمين؟ هم دول اهالينا يعني. يعني اكل عيشنا وقوتنا وارزاقنا بعد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الزائرين لنا. فنحن نحب شعب مصر كله ونقدره، ولكن ما حدث ليس لنا به علاقه على الاطلاق. نعم سيادة المستشار، أنا سأعود إليك للتعليق على كل ما قاله الضيوف، ولكن أود لو أسأل أستاذ جمال الزهيري أيضا في حال عودة الجمهور للدوري، هل يمكن أن يهدد الألتراس استمرار المسابقة؟ هو بالطبع دلوقتي القرار المتبع أو المطبق هو إقامة المباريات بدون جمهور إلا بأعداد محدودة في بعض المباريات الخارجية الأفريقية مثلا بالنسبة للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي. لكن يعني أنا طبعا بتمنى تعميم هذه التجربة أيضا، تجربة الدفع بعدد معين من الجماهير، عدد يعني محدود، بحيث أنه هو يحضر مباريات الدوري. لكن بالفعل أن الحكم اليوم بإذن الله سيكون له تأثير في تسهيل عودة الجمهور للملاعب أم لا، يعني هيبقى له تأثير يعني مهم جدا يعني. لكن هو وارد، لكن لا هو حتى الان غير وارد غير وارد على الإطلاق. غير وارد عوده الجمهور لانه في برضو نوع من حضرتك شايفه الاحتقان كمان الموجود بين الناس، بين الشعب وبين الشرطه. يعني اعتقد ان ده لابد اولا ان يزال، ويزال بابعاد الشرطه شويه عن المواجهه المباشره. يعني انه هم بس اللي في مواجهه الناس، فلابد من عمل حاجز بقى، حاجز سياسي طبعا، حاجز من خلال قادة الرأي اللي موجودين، ان هم يحاولوا يخلوا برضو دور الشرطة اكتر منه لخدمة الناس، يعني اكتر من انه انا بصراحة مش شرطة ملاعب مثلا، ممكن شرطة ملاعب دي مهمة جدا في الفترة القادمة يعني. بس. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال زهيري رئيس تحرير أخبار الرياضة، وأشكرك أيضا المهندس جمال هيبة نائب مجلس الشورى عن محافظة بورسعيد. أستاذ المستشار أنت مستمر معنا، لكن سنذهب الآن سريعا إلى الإسماعيلية حيث الزميل سالم المحروقي سيجري هذا اللقاء مع مدير أمن الإسماعيلية. كانت وزارة الداخلية قد نقلت الأسبوع الماضي 38 متهم في هذه القضية. سنذهب الآن إلى إسماعيلية ثم نعود ونستكمل معكم هذه الجولة الإخبارية. نعم ضحى، يعني نحن الآن أمام سجن ترحيلات الإسماعيلية حيث توجد حالة من الترقب انتظارا لصدور الأحكام في قضية استاد بورسعيد، ومعنا في هذه الأثناء على الهواء مباشرة اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا فندم، صباح الخير. لو تحدثنا في البداية عن الإجراءات الأمنية على أرض الواقع الآن أمام سجن ترحيلات الإسماعيلية. والله عملية التأمين مطبقة بالتنسيق مع العناصر القوات المسلحة، وموضوع خطة التأمين محكمة شاملة مداخل ومخارج سجن الترحيلات، شاملة نشر الأكمال الثابتة ولفحص جميع المترددين على مدينة المستقبل، شاملة الأكمنة المتحركة لمداومة المرور وتمشيط المدينة بالكامل بجميع شوارعها ومحاورها، شاملة نشر الأكمنة السرية أعلى أسطح الأمارات المجاورة والمطلة على إدارة الترحيلات والمحيطة بالإدارة الترحيلات بالكامل، في نشر الكاميرات مراقبة لنقل كل الأحداث داخل وخارج سجن الترحيلات وربطها بشاشة لمعرفة كل ما يدور سواء داخل أو خارج إدارة الترحيلات. نعم سيادة اللواء، يعني هل تم ضبط أي من المشتبه فيهم يعني في محاولة إثار شغب أو فوضى وغيره أو عناصر جنائية مثلا؟ لا إطلاقا، الأمور هادئة تماما تسير بشكل طبيعي في تنسيق جيد مع المواطنين القاطنة العمارات اللي في محيط سجن الترحيلات. نعم. إذا تحدثنا سيادة اللواء عن لحظة النطق بالحكم، يعني هل سيتم إبلاغ المتهمين والمحكوم عليهم بالنطق شفاهة، أم سيتم مثلا عرض الأحكام عن طريق شاشات تلفزيون على الهواء مباشرة؟ لا، السجن الترحيلات ده إدارة الترحيلات وليس سجن عمومي، فبالتالي ما فيش فيه أجهزة تلفزيون بعنابر المسجونين، ولكن بمجرد صدور الحكم هيتم إعلانه بمعرفة الضباط إدارة الترحيلات بالحكم. نعم يعني سيتم الإبلاغ.
تمام تمام. فور إصدار الأحكام من أكاديمية الشرطة، من المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمجرد صدور الحكم مباشرة هيتم إعلان المساجين بمنطوق الحكم. نعم. يعني سيادة اللواء، كانت هناك زيارة أول أمس لعدد من أهالي المحكوم عليهم والمتهمين هنا في سجن الترحيلات، هل سيتم تنسيق زيارة قريبة؟ هو بعد ما وصلنا المساجين من يومين تم ترتيب زيارة لأهليتهم للاطمئنان عليهم، وإنما زيارة أخرى بعد كده لا، ده يعني مش وارد دلوقتي، لأن المفترض المساجين هيترحلوا بعد صدور الحكم. نعم، يعني وارد أن يتم ترحيلهم. هيترحلوا وهيتنقلوا لسجن آخر، لأن ده سجن مؤقت. سجن مؤقت، وسيتم ترحيلهم مجرد بمجرد الاستماع. هيتم ترحيلهم في وقت لاحق عقب صدور الحكم إن شاء الله. نعم يا فندم. إذا تحدثنا أيضا عن يعني ماذا عن اعتصام الأمن المركزي، هل لازال الوضع كما هو عليه أمس؟ يعني كانت لنا مقابلة مع سيادتكم أمس، وقلتم أن حوالي 60% من قطاع عز الدين هنا بالإسماعيلية معتصم على العمل، هل ما زال الوضع كما هو أم زاد الاعتصام أم قل؟ أعتقد لو الكاميرا تجولت بمحيط السجن هتلاقي فيه مشاركة من عناصر الأمن المركزي في تأمين السجن، فقلت نسبة الإضراب وبقى في فعالية في المشاركة من عناصر القوات المسلحة، من عناصر قطاع الأمن المركزي. بنسبة قد إيه يا فندم ما زال الاعتصام قائم؟ يعني بنسبة حوالي 25-30% فقط، يعني النسبة قلت عن أمس؟ قلت تمام. شكرك سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. مشاهدينا اللقاء، يعني مشاهدينا الاعزاء، كان لنا هذا اللقاء مع اللواء محمد عيد مدير امن الاسماعيليه، والاجواء كما ترونها ما زالت الاجواء هادئه امام السجن، لا توجد اي من الاضطرابات او اعمال الفوضى والشغب، ولكن الكل في انتظار سماع الاحكام هنا. قوات الشرطه تؤمن العمارات المحيطه بالسجن، ولا زالت الاجواء هادئه الى حد كبير. اليك ضحى. اشكرك شكرا جزيلا الزميل سالم المحروقي. نواصل تغطيتنا لجلسة النطق بالحكم في قضية بورسعيد. الآن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ وليد منتصر، الفنان التشكيلي وعضو مبادرة توثيق ودعم ضحايا بورسعيد. أهلا بك أستاذ وليد. عرفنا بلجنة توثيق الضحايا أو هي مبادرة دعم وتوثيق ضحايا بورسعيد 26 يناير. هي طبعا الأحداث اللي حصلت جعلت كثير من شباب بورسعيد يعني يلتف حول بعض لمحاولة دعم ما يحدث أو دعم الضحايا بأي شكل من الأشكال، لأن الوضع كان مأساوي بشكل لا أحد يتخيله. أنا من يوم الأحداث وإحنا بنلف كنا بنعمل توثيق فيديو يعني للضحايا، قضيت حوالي 3-4 أيام كلها ما بين المشارح والجبانات والأماكن الإسلام اللي كان فيها التعدي والشوارع اللي كان فيها التعدي، وتعرضنا طبعا لخطر كبير جدا، ضرب نار كذا مرة. شفنا تعرضتم لضرب نار؟ تعرضنا لضرب نار أكثر حوالي 3 مرات. ليه؟ لمجرد وجودنا في الشارع يعني. لمجرد وجودنا في الشارع، لأن في مدرعة اللي هي بتاعت الداخلية اللي هي المدرعة اللي لونها رمادي دي مسمية بفهد، دي فعلا كانت بتمشي في شارع التلاتيني في بورسعيد وبتطلق نار بشكل عشوائي. يعني احنا اترمينا تحت كراسي مطعم، جرينا جوه مطعم وترمينا تحت الكراسي، وكان ضرب بشكل مرعب يعني. فطبعا كان حاجه ماساويه لا احد يتخيلها. جميع الضحايا تقريبا اللي ماتوا من 26 يناير وحضرتك يعني والايام التاليه ليها، لا شان لهم باي نوع من العنف او استخدام سلاح او بلطجه، وبشهاده شهود وقصصهم موثقه بالكامل، ومعانا فيديوهات موثقه بالكامل. لدرجه يعني في ناس مثلا، في واحد نازل بيشتري حاجه لولده صغير توفى، في واحد حلاق على بعد حوالي 450 متر بالظبط من اسم العرب، بس على امتداد شارع يبان من اسم العرب، حلاق وقعد فعلا بيحلق لواحد، وطلع يجيب مناديل من السوبر ماركت اللي على بعد 3 متر قدامه، خد رصاصه في راسه اللي هو مهنا. في كثير جدا جدا من الضحايا يعني
أبرياء، أبرياء بمعنى الكلمة. سأعود إليك إلى ماذا بعد التوثيق، ولكن أذهب سريعا لصحفي سيد جمال الدين من داخل القاعة المفترض أن تشهد جلسة النطق بالحكم. سيد صباح الخير، ولو تطلعنا على أجواء القاعة من الداخل، هل بدأت الجلسة بالفعل؟ ما الذي يحدث؟ حتى الآن لم تبدأ الجلسة، ولكن هناك تواجد أمني مكثف داخل القاعة صفحا لرجال الشرطة الذين يقومون بالزي المدني، وهناك أيضا مع الصحفيين والإعلاميين، وهم فقط الذين سمحت لهم المحكمة بالدخول. بالطبع حتى الآن علمنا أن هيئة المحكمة قد حضرت الآن في داخل غرفة المداولة، ولكن لم يحضر أحد من المتهمين حتى الآن داخل القاعة، فقط التواجد الأمني والإعلاميين والصحفيين. بالطبع هناك أنباء، لأن من المنتظر أن يحضر عدد من المتهمين، وهم الذين حضروا المرة السابقة وهم قيادات الأمن، ولكن حتى الآن لم يحضر أحد الجلسة. الأجواء هادئة تماما، سواء حتى خارج أو داخل الأكاديمية، أكاديمية الشرطة، لم نلاحظ حتى تواجد للشباب من الألتراس أو حتى من خطر الضحايا، كان منذ دقائق خارج الأكاديمية لم يحضر أحد حتى الآن، ولكن الأجواء بصفة عامة هادئة تماما، ونحن في انتظار انعقاد الجلسة. نعم، لكن حتى الآن الأجواء هادئة من الداخل نظرا لعدم وجود متهمين أو حتى أهالي متهمين. بالطبع هناك كان قرار مسبق من المحكمة بأنه لم يتم السماح لأي أحد من أسر الضحايا أو أسر المتهمين بالدخول، فقط اقتصر على الإعلاميين والمحكمين والأمن فقط. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي سيد جمال الدين، كنت معنا من داخل قاعة المحكمة. أعود إليك سيادة المستشار. بالنسبة أنا سأعود إلى ما كان يقوله الأستاذ جمال زهيري الناقد والمحلل الرياضي وأيضا مهندس جمال هيبة، لأنه التعامل الأمني في حادثة كانت يعني ممكن تحصل زي بورسعيد كان مختلف عن التعامل الأمني في بورسعيد، وبالتالي القيادات الأمنية المتواجدة اليوم كمتهمين من وجهة نظرك هيكون مصيرها إيه؟ لا طبعا لا أستطيع أن أتوقع ما سيكون، لأن أولا ده حكم لمحكمة أخرى، ثانيا أنه لم أقرأ هذه القضية ولا أعلم ماذا بها. طيب من الذي يقدم أدلة الإهمال هذه؟ هل قدمت أدلة تثبت أنهم متهمون حقا أو أن هناك إهمال حقيقي قد تم؟ فلا يمكن التنبؤ بالحكم، لأنه لا يعني الأدلة ليست أمامنا يعني. لكن بالنسبة لقرارات محكمة مثلا في المرة الماضية كان هناك إحالة لأوراق 21 إلى المفتي، وبالتالي هل تعتقد أنه هم 21 دول بس، ولا يمكن أن تصدر أشياء مشابهة، قرارات مشابهة اليوم أيضا؟ لا ليست مشابهة، وإنما بأحكام أقل، يعني بتأتي بالسجن المشدد أو السجن أو البراءة حسب واقع أو الأدلة المقدمة ضد كل متهم. لكن حالة الأوراق للمفتي كانت مرة واحدة، هي المرة الماضية، هي المرة دي فقط، وقد تغير المحكمة رأيها، ده حقها. يعني مش معنى ذلك أن أنا أرسلت الأوراق القضية للمفتي أنني لابد أن أحكم بالإعدام حتى لو وافقني المفتي على الإعدام. دي قضية. ما إيه هي الاختيارات، إيه هي السيناريوهات المختلفة؟ أن يصدر بالإجماع، أن يجمع الأعضاء الثلاثة على الإعدام. وهو في إحالة الأوراق إلى المفتي ما كانش إجماع؟ قد يغير فيهم شخص واحد رأيه، في هذه الحالة لابد من النزول بالعقوب. يعني إحالة الأوراق للمفتي تستوجب الإجماع؟ تستوجب الإجماع، والحكم بالإعدام يستوجب الإجماع. هل كان في حالات مشابهة حصل فيها أنه حد من الثلاث قضاء غيروا رأيهم؟ أيوة بتحدث وحدثت معايا شخصيا كمان في بنها تقريبا سنة 2002 يعني. نعم. أن المفتي رد برد وجدت فيه يعني ما يبرره، على الرغم أنه المفتي رأيه الاستشاري، استشاري ما أنا بقول استشاري، لكن بيأخذ بيه أحيانا. أما أنا بأخذ رأيه ليه بقى؟ لأن قد يؤخذ بيه وقد أقتنع أنا بيه، زي الدفاع يعني. المحامي لما بيجي يتكلم وبيسرد دفاعه وبيقدم الأدلة أو نقضها، لابد المحكمة برضو، وإلا ما كناش بقى، مفيش داعي بقى إذا كان الأمر هيبقى مأخوذ سلفا
والقاضي داخل على انه هيحكم بكذا، يبقى ما كانش داعي لا مرافعه ولا الدفاع ولا الخبير ولا طب شرعي ولا الى ذلك. نعم استاذ وليد، ماذا بعد التوثيق؟ يعني انتم لديكم حالات محدده وواضحه موثقه، بعد كده عملتوا التوثيق بهذه يتم الان اعداد لدعاوى تقدم ضد رئيس الدوله ورئيس الحكومه ووزير الداخليه ومدير الامن وما ومن يليهم حتى من اطلق النار. الفكره الداخليه والحكومه بتلعب الشعب بطريقه انك بتعمل لك مشكله جديده عشان تنسى القديمه. يعني في احداث اللي هي بقى لها اسبوع دي، الوقت كل الناس بتفكر في الناس اللي ماتت الاسبوع ده عشان ينسونا ال21. لا، بورسعيد لن تنسى ابدا، لن تنسى ابدا، وهناك اتجاهات كثيره لتدويل القضيه اذا لم ينصفنا القضاء المصري. هناك اتجاهات كثيره لتدويل القضيه. شعب بورسعيد ومن هم من ابناء بورسعيد المخلصين، الجميع اعزف عن الحياه السياسيه، جميع من هو مخلص من ابناء بورسعيد اعزف عن الحياه السياسيه. مش هندخل انتخابات، مش هيتعمل في بورسعيد انتخابات قبل ما الناس يجي حقها. ده الراي العام في بورسعيد حاليا، وكل شباب بورسعيد واقف وراهم بيساعدهم بكل ما نملك. وهناك ادله قويه جدا، وهناك فيديوهات كثيره جدا. وعايز اقول ان الاعلام المصري اثناء هذه الاحداث 26 يناير وما يليها تم تعتيم على الاحداث. ارسلنا فيديوهات لجميع القنوات، نادرا ما عرض احد هذه الفيديوهات، فيديوهات واضحه وضوح الشمس تدين الداخليه والقتله. فيديوهات تصور على يوتيوب مثلا، على الانترنت موجوده على اليوتيوب موجوده على الانترنت. احنا عاملين ملف عندنا في اكتر من 50 فيديو تدين القتله ازاي، تدين الداخليه، افراد الداخليه باسلحتهم يقتلون المواطنين على بعد اكثر من 500 متر. افراد مواطنين مجرد ان هم تجمعوا ليشاهدوا ماذا يحدث، فيسقط منهم واحد واثنين وثلاثه، ومن يحاول انقاذ احد يتم قتله. هناك وليد فاروق حاول ينقذ واحد، ضربوه في دراعه وبعدين ضربوه في صدره. سماك، واحد سماك بيبيع السمك في السوق لا اكثر، نوع من الفضول، الناس كلها واقفه تشوف ايه اللي بيحصل على بعد 500 متر من سجن بورسعيد. تمام. هل لجان تقصي الحقائق يعني تعاونت معاك وتعاونتوا معاها، خدت منكم الوثائق؟ مفيش لجان ولا في اي حاجه. مفيش اي لجان وبورسعيد ترفض لجان تقصي الحقائق. هل قدمتم هذه الوثائق لاي من المسؤولين؟ ليس بعد. للمحامين؟ هناك محامين طبعا، بالطبع مجموعه من المحامين من بورسعيد. الى اي مدى كانت الاستفاده مما تم توثيقه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري هو طبعا المحامين ماشيين في الدعاوي، هي النتيجه لسه مش هتبان دلوقتي، يعني النتيجه مش هتبان دلوقتي. نعم. سياده المستشار، احنا سمعنا من الصحفي سيد جمال الدين انه طبعا ما فيش متهمين جوه قاعه المحكمه حتى الان، الى اي مدى ده قانوني عدم حضور المتهمين؟ المتهمين حاضرين، بيوضعوا تحت في مكان اخر او بيكونوا لسه جايين في الطريق، دي حسب الظروف الامنيه. انما لازم يكونوا موجودين، لازم يكونوا موجودين. ما دام المحكمه طلبتهم خلاص، اذا ارادت المحكمه ان تصدر حكمها في غيابهم من حقها، اذا وجدت انهم سيثيرون ضجه او يؤثرون على عمل المحكمه من حقها، لانها خلاص المرافعه انتهت، انا دلوقتي بصدر حكم فقط. لكن معلش انا ليا سؤال للاخ وليد. حقيقة فيه متظاهرين كتير سلميين، لكن لماذا لا يفصل المتظاهرون السلميون بينهم وبين يعني ايه من يحاول تخريب الممتلكات العامة، اقسام الشرطة، مديرية الامن؟ يعني انا وانت كناس عقلاء وايا ما كان، لان كل انسان فينا بيبدا خطوه لابد ان يفكر ماذا بعدها. وده الكلام ده انا طلبت من المجلس العسكري زمان ومن رئيس الجمهوريه الان انه يعد قانون لتنظيم التظاهر. انا من حقي اتظاهر، من حقي اعتصم، ليس من حقي ان اهدد امن بلد. فلما بيجي المتظاهرين ويدخلوا على مديريه امن، معلش تخليك معايا، لو اقتحم المتظاهرون مديريه الامن ماذا بعد؟ طيب نسمع الإجابة والتعليق على هذه النقطة وأجواء الغضب وكيفية السيطرة عليها وكيفية الفصل. لكن بعد أن نذهب لزميل هشام حالة استعداده لاستقبال المداخلة، لأنه هو الآن في محيط الأكاديمية الشرطة. طيب يمكننا سماع الإجابة الآن حتى يستعد زميلي هشام. أنا وافق السيد المستشار تماما على ما يقول. أنا ضد أي، وكلنا يعني كبورسعيدية وكمصريين
مخلصين للقضية الوطنية المصرية. انا مش بتكلم والله على بورسعيد فقط. انا فاهم تمام. لا هو بيسأل سؤال محدد، هو ازاي ليه مش بيفصلوا نفسهم عن من يريد مثلا اقتحام مديرية لو الأمن. اتكلمنا عن الحدث في بورسعيد الاسبوع اللي فات، طبعا حصل الهجوم على مديرية الامن بعد الاحداث ترحيل المتهمين بشكل نقدر نسميه اختطاف يعني، اثار غضب شديد جدا. انا كنت ضد طبعا ده يحصل، ولكن حالة الغضب كانت فوق اي شيء، محدش قدر يتحكم فيهم. يبقى فيه اذا من يستفز هؤلاء الشباب، من يثير غضبهم الى هذه الدرجه؟ احنا كلنا مستشار. انا اسالك يعني، هل مشاعر الغضب تستوجب القتل؟ يعني هل في واحد غضب وثائر واقترب من مبنى او رايح يتفرج، هل ده يعني دافع وسبب انه يقتل؟ هل ده مبرر انه يقتل؟ لا يجوز، لا يجوز قتل انسان او اصابته او جرحه او جرحه بدون مبرر. هذا المبرر بيكون احيانا عباره عن ايه؟ هو دفاع عن النفس او المال. يعني حضرتك لو انت معاك طبنجة وطلع واحد يسرق منك عربيتك هتعمل ايه؟ لو معاك طبنجة هتضربي، ما معكيش هتروح تسلم العربية وتنزلي تشوفي لك تاكسي تروح، مش كده؟ كذلك برضو يعني مديرية امن موجودة، وزارة الداخلية موجودة، هذه رمز كرامة البلد ورمز امانها وامننا كلنا. لم تعد يعني معلش انا مش عايز أيوة تقول لي يعني كلام عام. اي مدى لم تعد بصراحه؟ لا ما انا بقول لك مش عايز تقول لي. تم تنكيس عالم وزاره الداخليه مع مديريه امن بورسعيد. سياده المستشار، سياده المستشار، بغض النظر هو رمز يحترم او لم يعد رمزا، برضه السؤال هل هذا يستوجب القتل؟ هو السؤال على طول في هذه الاشياء، انه الداخليه لما بتشوف حد خارج عن يعني عن السيطره وعن القانون ما بتقبضش عليه. ليه بتقتل يعني؟ ليه بتقتله؟ بتاخد الحل دوت ما تقبض عليه، ما يقدروش يقبضوا عليه لان بتبقى كميات كبيره جدا ومختلطه ما بين ناس بترمي نار زي ما بنشوف في الصور، ناس بتحدف طوب، ناس بتجيب شماريخ، ولا اول مره اسمع كلمه الشماريخ دي، الالعاب الناريه التي تسقط يعني مثلا لما حصل حرق المركز العلمي. طيب ارجع لك في المركز العلمي، لكن يبدو ان زميلي هشام الان من امام محيط المحكمه متواجد معنا عبر الصوت والصوره ليطلعنا على اخر المستجدات. هل هناك جديد هشام في محيط المحكمه، في محيط الاكاديميه؟ يعني نعم دوحة، وسط حالة من الترقب تنعقد اليوم ومحكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة لتصدر حكمها في قضية أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي والمصري عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة. يعني تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد إبراهيم. يعني يشهد مقر أكاديمية الشرطة يعني حالة من إجراءات أمنية مشددة، ولكن داخل الأكاديمية يعني يوجد غياب كامل لعناصر الشرطة خارج الأكاديمية. يعني هنا لا يوجد سوى الكاميرات التلفزيونية التي تنقل الصورة من خارج الأكاديمية. يعني تم تأمين الأكاديمية بحوالي 2000 فرد من عناصر الشرطة. يعني من المعروف لدى المشاهدين أيضا ولنا جميعا أنه لن يسمح بدخول القاعة سوى المتهمين، سوى محامين الدفاع ومحامين المجني عليهم. يعني يعني هناك حالة من الجدل مثارة حول ما إذا كانت المحكمة سوف تقوم بإصدار الحكم اليوم أو سيتم التأجيل عقب صدور رأي المفتي. يعني بعض الخبراء القانون يقولون أن يعني المحكمة تعرض إذا أصدرت حكم بالإعدام تقوم بعرض أوراق القضية على المفتي، وإذا لم يتم رد المفتي في خلال 10 أيام يجوز للمحكمة أن تأخذ بالرد، يجوز للمحكمة أن تحكم. يعني هذا يعني هذه مسألة ليست إلزامية، يعني المحكمة لها أن يعني هي هذا الرأي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، من الممكن أن تحكم في القضية أو من الممكن أن تؤجل. يعني هذا هو الوضع لدي. يعني إليك دوحة. شكرا لك الزميل هشام محمد، كنت معنا من محيط الأكاديمية، أكاديمية الشرطة، حيث تعقد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد. الآن ننتقل مرة أخرى إلى الزميلة حياة اليماني، حيث هي في محيط النادي الأهلي. في حياة، هل هناك جديد؟ هل انطلقت المسيرات؟
نعم ضحى في الحقيقة لم تنطلق، يعني لم يتحرك الشباب المتواجدين أمام مقر النادي الأهلي حتى الآن. هم يعني يتحدثون عن أنهم باقين أمام بوابة النادي الأهلي إلى أن يتم صدور الحكم، ثم بعد ذلك ربما قد يتوجهون إلى أماكن أخرى، ولكن بالطبع لا يخبرون ما هي الأماكن التي قد يتوجهون إليها. ولكن الأعداد ما زالت حتى الآن في تزايد، لم يتوقف يعني توافد الشباب والمتظاهرين أمام مقر النادي الأهلي. نعم أشكرك شكرا جزيلا الزميلة حياة اليماني. أعود إليك سيادة المستشار، كنا نتحدث عن الغضب وهل يستوجب القتل. طيب حضرتك الألترس الأهلي خد حكم لصالحه ماشي، ومن المنتظر أن يظل لصالحه. بيتجمع ليه دلوقتي أمام النادي ويهدد بالحرق والإتلاف والتظاهر بطريقة يعني كيف، أنا بقول دلوقتي كيف للدولة أن تمنع اعتداءهم على الأموال العامة، اعتداءهم على المؤسسات، اعتداءهم على الأشخاص. أنا بقول لحضرتك قلت يا ناس نظموا قانون التظاهر، نظموا المظاهرات خلوها في مكان معين في وقت معين بعيدا عن الأماكن. الدكتور هشام أنديل الله يكرمه رئيس الوزراء قال كلمة أنا لا أؤيده فيها إطلاقا، بقول إحنا بنعامل الناس بالأسلوب الناعم حفاظا على حقوق الإنسان. تمام؟ طب أنت هتحافظ على حقوق الإنسان الذي يتلف ويهددني والمجرم في الطريق والذي يسرق سيارتي والذي يسرق مالي والذي يقتل من يقابله؟ لا دي حاجة سيادة المستشار، ودي حاجة تانية. أنا بنتكلم على جرائم لازم الناس تتعقب فيها من الداخلية وما بتتعقبش. طيب حضرتك بنتكلم على متظاهرين سلميين بنزلوا مظاهرة هياخدوا رصاصات في قلبهم وفي دماغهم. قرأت واحنا في عنوان هنا تهديد الألترس الأهلي بأنه إذا صدرت الحكام مخففة ده يصعد وتصعيد بقى إلى ما لا نهاية. سيصعد وتصعيده إلى ما لا نهاية بأي وجه حق؟ إحنا في دولة، دولة مؤسسات، دولة قضاء، ولا في 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 غابة كل واحد ياخد حقه بإيده؟ لكن هل التصعيد يعني في مقابل القتل؟ هل مفيش أي وسيلة تانية الداخلية ما تعرفش تتعامل بأي وسيلة تانية غير إنها تقتل عشان تحل؟ ما أنا بقول لحضرتك في درجات، يعني هو هل هو قتل في كل مرة فرق فيها المتظاهرين؟ بتحدث أحيانا لما بيجي بيضرب القنابل المسيلة للدموع. ما احنا كنا بنتظاهر واحنا شباب، يعني انا تظاهرت في ايام 71 وفي جامعة القاهرة لما كانت المظاهرة 200 واحد وحواليها 500 من الامن المركزي او 2000 من الامن المركزي. جامعة القاهرة كنا طلبة كلنا بنطلع، جامعة كلها تقريبا بتطلع، لدرجة ان احنا هدينا الاسوار الطوب الاحمر اللي كانت معمولة دروع عشان الباب ما يدخلش فيه الشظايا وقت الضرب، وشلناها كلها وحدفنا بها الامن. طب احنا بنسمع عن احتجاجات واعتصامات وتخريب حتى في العالم، لا يقابل بالقتل وبالقنص. ما هم لا يقابل برضو بالتخريب والاتلاف. يعني حضرتك شفتي في امريكا وقفوا، انا شفتها وقفوا في امريكا كل واحد شايل ورقه واقف على تل طوار، واحد نزل تحت شفت الشرطه عمل فيه ايه؟ انت ليك حق، ليا حق ان اتظاهر. قتلته الشرطه؟ ما قتلتوش، ما لانه مفيش ما تعرضش ان هو يقتل راخر. انت عندك ناس قتلت من الشرطه ولا لا؟ يعني تخيل يا استاذ وليد، تخيل لو انتم دخلتوا على السجن بعد ما اتقتل فيها عميد، مش فاكر انا كده يعني، ده تخيل لو انتم دخلتوا على السجن وخدتوا المتهمين، مش هقول انتوا موتوا حد، ملازم مش عميد، ملازم جندي واحد، المهم انتوا او الناس اللي راحه دي دخلت السجن وخدت المتهمين، ماذا بعد؟ هنبقى فين؟ أنا فين دولتنا؟ فين قضاءنا؟ فين شرطتنا؟ بقينا بقى في 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 شغل همجي. ما حدث في بورسعيد كان كل الناس من قبل ما تقرب للسجن تم اطلاق النار عليها، اللي اطلق عليه ضابط الشرطه والمجند. طب الشرعي اثبت ان الرصاص اللي هم اخدينه رصاص قناصه، طبعا ما فيش مواطنين معاهم قناصه، وتم اطلاق النار عليهم اثناء النطق بالحكم قبل ان ينتهي القاضي من انتهاء من نطق بالحكم قبل ان يذهب احد الى السجن. كل دي عشان معلومات عشان حضرتك تقول لكن نسال نفسنا معلش بس يعني بس الضحى. عشان تقول لي ان ما فيش قناصه، انا الولد دلوقتي بيمشي في بلدنا حاطط الجرانوف اللي هو مثلا ما اعرفش بيسموه ايه، انا ما خدمتش في الجيش، اللي هو له بلد حضرتك اللي هي فين يعني؟ في الشرقيه بتاع 3000 طلقه، وحطه على العربية وقاعد بالكرسي زي ما أنا قاعد كده، وحطه قدامه يوجهه كما يحب.
فالسلاح في مصر النهاردة أصبح في إيد الشعب أكتر من إيد الشرطة. في الثلاث وأربع أيام الماضية احتجاجات اللي عند مديرية أمن بورسعيد بشهادة جميع الشهود لم يكن أحد من المحتجين مع أكثر من مولوتوف، طوب ومولوتوف. دلوقتي المولوتوف بقى عادي يا استاذ وليد. معلش حضرتك، معلش معلش، المولوتوف لا يقتل، المولوتوف لا يقتل، خلينا صراحه معلش. لا المولوتوف يقتل طبعا. لا لا يقتل ولا لم يقتل احد. لم يقتل. مش حق. انا ما بقولش ان هو عادي، ولكن كريم عطعوط اللي مات اول امبارح ما اتضرب في راسه كان ممكن يضرب في رجله، يعني لما اتضرب رصاصه في راسه يموت فيها هو وغيره كان ممكن يضرب في رجله. حضرتك بتقول ايه يعني؟ بس زي ما مثلا كان ممكن يضرب خرطوش وهيتعور ومش هيجي تاني، خلاص هو اتعور تمام، يعني ممكن خرطوش هيعوره مثلا، اضعف الايمان، خرطوش من بعيد ده بيعور تمام، ممكن يعني في وسائل كتير دي بنسميها عندنا منعه من ايه؟ انت بتمنعه من ايه؟ هو كان جاي يقتل، ما كانش جاي يقتل، هم كانوا عايزين ان هم يهاجموا المديريه بس عايزين يطردوا الداخليه تمام، لكن ما حد يقتل حد، ما حدش معاه اسلحه يقتل حد تمام، ده بيقابل بالقتل. دي بيسموها وبعدين في القانون يعني في القانون عشان لما تروحوا ترفعوا القضايا بقى اسمها تجاوز حد الدفاع الشرعي. انت جاي تضربني بعصايا ما انا مش بدافع عنهم بالله. انا مش بدافع عنهم، لا ما مش بدافع على العنف يعني، يعني انا انا ده انا بفهمك حاجه قانونيه، دي اسمها تجاوز حد الدفاع الشرعي. انت جاي تضربني بعصايا المفروض ارد عليك بعصايا يا هددت. طيب لازم عشان نحط نقطه بس اسف للجلسه وللقرارات الى يعني ما الذي يمكن ان يحدث في الطعن المتوقع على الحكم من اي من الاطراف؟ ما انا بقول لحضرتك في الغالب الاعم مثل هذه القضايا الكبيره بيتم نقضها، لأنه لابد أن يكون الإنسان بشر والأخطاء البشرية كثيرة، لابد أن يكون هناك ثغرة يمكن من خلالها أن تقضي محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وده احنا شفنا حضرتك في كل القضايا اللي راحت، قضية الريس وأولاده، قضية أحمد عز برضو في قضية رجعت له، قضايا كتير، رشيد، كم قضية رجعت ليه؟ لأن القضية كبيرة جدا ومع كبرها في بعض الثغرات بتكون لسه موجودة. ده لو زي ما بقول لحضرتك لو المحامي طلب سماع شهادة شاهد ولم تستجب له المحكمة، حتى لو رأت أن هو هذه الشهادة غير منتجة في القضية، لأن محكمة النقض بتنقض. ففي الغالب الأعم مثل هذه القضايا سيتم نقضها وستعود مرة أخرى لمحاكمة تانية ثم يعاد نقضها أخرى مرة أخرى لا. ثم تحكم لا. فيها محكمة النقض. سيادة المستشار، هل ترى أن الجزء الأهم بالنسبة لبورسعيد تم اتخذت فيه القرارات في الجلسة اللي فاتت، ربما هذه الجلسة يعني لن تؤثر لن تكون صادمة زي الجلسة الأولانية؟ أولا لأنه يتعلق في الصدمة، فيها لأنه فيها الصدمة ده الصدمة من أقول لحضرتك قوات الأمن. الصدمة دي شعور داخل كل شخص، قد أتحمل أنا الصدمة قد ما لا تتحمليها حضرتك. أما الأحكام فهي تصدر، بعضها يصدر بالسجن وبعضها قد يكون فيه براءة. لا لا بكلم فيما يتعلق بالقيادات الأمنية. ما أنا بقول لحضرتك بعضها هيصدر بالسجن سواء باقي المتهمين كلهم كقيادات أمنية أو غير قيادات أمنية، وبعضها قد يصدر بالبراءة. وفي هذه الحالة أنا بقول لحضرتك الصدمة موجودة موجودة، لأن الناس عندنا شعب عاطفي فقد يتأثروا بها وقد لا يتأثروا، وممكن صدمة صغيرة جدا، ما هو بيقولوا النار بتأتي من مستصغر الشر، ممكن لو ناس بقى من اللي هم قاعدين يتصيدوا وعايزين بس يصيروا الفتن، وكما أنا زي ما بقول لك سمعتها من الناس يستغلوا حكم صغير جدا ويصيروا عليه بلبلة كبيرة جدا. فالموضوع موضوع عايزين نتفرغ الآن لأن احنا نبني بلدنا، عايزين نثق في قضائنا ونعرف ان لا حكم يصدر إلا يعني وقد بذلت فيه المحكمة التي تصدره جهدا غير عادي. ما تتخيلي حضرتك أنا وأنا بصدر الحكم أو غيري أو زميلي عارف ان الأستاذ وليد هيروح من هنا مش هيروح على 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 اولاده، يعني لا شك كلنا بيتحرز جدا 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 في حكم الحبس، ما بالك في حكم الاعدام، ما بالك في حكم الاعدام. وبعدين انا لما يعني زي ما بيقولوا القضيه مسيسه، طب انا لما سيسها اخليها وسط، انما اسيسها هي قضيه زي دي ممكن تبقى وسط ازاي؟ يعني اخليه ياخد اشغال مؤبده، سجن مؤبد،
انما بدل ما انا بقى معنى اذا كنت انا بسيس وعامل حساب الالترس الاهلي، طب انا لازم اعمل الالترس المصري وعايز اعرف حساب بورسعيد. التصعيد اللي عمله الالترس الاهلي قبل الحكم لمده اكتر من اسبوع او 10 ايام انتهى تماما طبعا بعد الحكم، واضح جدا ان هو كان سبب في هذا الحكم. وابتدى مره اخرى الاسبوع الماضي. لو ابتدى يبدا كما يبدا القاضي، قلت لك عندما يقضي فانه يجلس في محرابه بعيد كل البعد عن التاثيرات، بعيد كل البعد عن التاثيرات. وانت انسان بقى تبلغ من العمر فوق ال 40 سنه. اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا وثقت مع متهمين في القضيه تمام، وبعض المتهمين الهاربين ودخلت بيوتهم وعرفت القصه بالظبط، شفت فيديوهات من الاستاد من الحادثه تثبت انهم كانوا بعاد كل البعد عن المدرج اللي حصلت فيه الحادثه لحد ما انتهت، واخدين اعدام. مش هقول اسامي عشان ما ندخلش في القضيه. طب اقول لحضرتك انا هسالك يعني في بعض الناس بعاد كل البعد عن المدرج تمام، خدوا اعدام. في اتنين من الاهلي خدوا اعدام، تم القبض عليهم عشوائيا خارج الاستاد واخدين اعدام. اي عشوائيه دي؟ اي عشوائيه؟ اي قضاء نثق فيه ده؟ اذا كان يعني اداهم اعدام بتوع الاهلي. احنا بنتكلم هو على ادله على فيديوهات. اولا بالنسبه للفيديو، انت حضرتك صورت فيديو في وقت معين، قد يكون هناك فيديو مصور في وقت اخر، يعني قد اكون انا محرض قد والمحرض شريك. احنا بنتكلم على جريمه حصلت في دقائق متصوره اغلبها صوت وصوره، لانه دي مباراه كانت بتنقل. طيب ماشي. اولا الفيديوهات في الغالب العام ما بتبقاش واضحه، ودي ثقه انا الثقه لان مرت بي في الغالب العام. ثانيا ان زي ما بقول لك دي نوع من التظاهر العديد من الناس في خلال المظاهره فيها. وبقول لحضرتك انا ممكن دلوقتي اكون على بعد 500 متر وبعد خمس دقائق انا بره بعيد عن موقع الاحداث. انت صورتيني بره لكن محدش صورني. طب حضرتك تفسر بان في اتنين من جمهور الاهلي اخدين اعدام. طب وايه اللي يمنع يعني؟ هم معتاد عليهم، المفروض ان هم المعتاد عليهم. وايه اللي يمنع انهم يعني اولا الموضوع فيه محرضين يعني ما احناش عارفينهم لغايه دلوقتي وما اقدرش لا انا ولا انت نتكلم فيهم. محرضين معروفين حضرتك. لكن هقول وايه اللي يمنع انهم يكونوا من الالترس الاهلي؟ حضرتك ما فيش. يا بص يا استاذ وليد، من كان يحكم على النقطه دي ولكن اذهب لزميله ساره رأفت وموجز لاهم واخر الاخبار، ثم نعود ونستكمل الجوله الاخباريه معكم. شكرا لك ضحى.